نحن محاصرون في جزيرة مهجورة في وسط المحيط، وسنبقى هنا لأسبوع كامل. ذاك القارب الذي رحل كان وسيلة خروجنا الوحيدة. لما نفعل هذا دائما؟ لأنني أراه مسليا رغم طبيعتها الخلابة، إلا أنه ما من حضارة قامت على هذه الجزيرة لأكثر من 250 عاما، وفي الأسبوع المقبل سنغير ذلك. تبقى 4 ساعات فقط قبل حلول الظلام. الجو حار هنا، يجب أن نبني ماء بسرعة. لماذا لا نخيم هنا؟ يبدو موقعا جيدا. حسنا، برأيي أن نذهب نحن الثلاثة للبحث عن الحطب، وأنتما الاثنان سنحضر المخيم. أجل، حظا موفقا. شونو تشاندلر، لنذهب. كيف نقيم مخيما؟ ليس لدي أي فكرة. بدأنا العمل مباشرة، لكن ينبغي الحذر، لأن فوقك تتدلى أخطر شجرة في العالم، فهي تحتوي على نسغ سام يمكنه أن يقتلك حرفيا. لما لا نزال هنا؟ في هذا الوقت يحضر نولان ومات موقد النار. إنها نار جيدة، ما رأيكم؟ ليس هناك نار بعد. حسنا، موقد نار جيد. وبدأ شون ببناء إطار الملجأ. متأكد أن هذا لن يسقط علينا؟ أجل، أشعر أنه المسؤول عن بقائنا أحياء. أنا كذلك حقا. وبينما كنا نجمع الموارد صادفنا حيوانات الجزيرة. انظروا إلى تلك الدجاجات. هاي، توقفي عن الهرب. وعرفت سريعا سبب خوف الدجاجات منا. ما الذي تفعله؟ ما الذي تحمله؟ إنها سكين. أكنت تحاول قتل إحدى الدجاجات؟ دعني أحصل على واحدة رجاء. نحن لا نقتل الدجاج. ماذا أكلت قبل أن نأتي؟ لا تسأل. أمضينا ما تبقى من اليوم الأول في تجهيز المخيم، وكان عملا سهلا جدا. إليكم جولة تعريفية، هذا موقد النار حيث سنعد الطعام. تعال إلى هنا. وهنا سوف ننام. وصلنا إلى نهاية الجولة، حصلنا على صندوق المساعدات الذي يتضمن طعاما وماء، والأهم مسدس إشارة في حال حدوث أي طارئ. وعندما حل الغروب كان كل شيء جاهز، ما عدا شيئا واحدا. هاي، انتظر لحظة، أليس وقت الشمس قابلا للاشتعال؟ مر اليوم الأول وقد تعرضت لحروق الشمس من الآن. آمل أن أحظى بنوم هانئ. أتمنى ألا تمطر. نحن علينا بناء مأوى أكبر في الغد، وعندما أقول نحن أقصد أبي هناك سيبني مأوى ضخم. لا تقلق. أوه. جيمي تبدو كالأم، والأب هو شون. سأخلد للنوم، أراكم في اليوم الثاني. خلال مبيتنا الأول لم نستطع النوم جيدا، أقصد أنا لم أستطع النوم. ومن حسن الحظ أننا سنعالج المشكلة في اليوم التالي. مهمة اليوم الثاني بسيطة، سنبني مأوى أكبر ومقاوما للأمطار، وسنحتاج مقاعد أفضل، فظهري يؤلمني، وأيضا موقدا أفضل. ظهري يؤلمني أيضا. نحن نبحث عن أخشاب طويلة ومتينة لنضعها على سقف المأوى، وهكذا في حال أمطرت بدلا من أن تتجمع المياه وسط السقف ستتدفق إلى الخارج. وبينما كنا منشغلين بالبحث عن موارد جديدة للمأوى، كان ماك ونولان يبحثان عن مقاعد جديدة. أترى ذلك؟ أجل، ما هذا الشيء البرتقالي؟ سنستخدمها كمقعد نطاط. إنها عوامة استدلال. هناك شبكة، سنستخدمها لصيد الدجاج. مليئة بالحشرات، مليئة بالحشرات، مليئة بالحشرات. جيمي، وجدنا عوامة محيط، إنها كالمقعد النطاط. هل سرقتماها؟ لا. هل سرقها؟ لقد جرفتها الأمواج. أعتقد أنها لا تعد سرقة. إنها رائعة، سأخذها. وفي الوقت المتبقي من اليوم أكملنا تعديل المأوى. تابع تابع. لا تزال هذه البقعة مشمسة بسبب قرب الشمس، لكن في معظم الأوقات ستبقى مظللة، فيما كان ماك ونولان يقطفان جوز الهند. حسنا، احذر، إنها سكين كبيرة. جوز الهند. شهية. وبالطبع حاول الإمساك بالدجاج. أهربي أيتها الدجاجات، أهربي، أهربي من هنا. ما الذي تفعله؟ حسنا، أنقذتها. يقترب اليوم الثاني من نهايته، كيف تصفونه؟ أنا مرهق لكنني بخير. نولان؟ بأفضل حال. جميعنا متفقون على أننا أبلينا أفضل من التوقعات. ما لم نكن نعرفه هو أن ليلة ذلك اليوم سيكون سيئا للغاية. لكن الآن إذا تساءلتم عن سبب نزولنا للمياه، انظر لتشاندلر، إنها طريقة استحمامنا الوحيدة، فنحن نحتاج الماء الآخر للطبخ وكي لا نموت عطشا. أتدركون ما لاحظته يا رفاق؟ ما هو؟ كان لدينا 10 عبوات مياه، والآن لدينا 6. لا نزال في اليوم الثاني. أعلم، سأتحمل المسؤولية بينكم لأقول عليكم يا رفاق أن ترشدوا من استهلاك المياه. وافقك القول. لحظة، على ماذا نصوت؟ وافقت بالنيابة عنك. حسن جيد. حل الظلام، وقت النوم. وفي حال لم تتذكروا، فصديقنا ماك سبق أن خسر في مرتين سابقتين. لقد خسر 1.5 مليون خلال 2 شهر. طريقة قاسية لتعريف بشخص ما. ورغم التحسينات التي قمنا بها، إلا أننا حظينا بنوم أسوأ من الليلة الفائتة ولم ندرك الأمر. لكن هذه الجزيرة موبوءة بالحشرات التي راحت تلسعنا طوال الليل، ولسبب ما أنا وتشاندلر أكثر من تعرض للسع. لم أنم مطلقا،
إنه أسوأ أمر تعرضت له حتى الآن. انظروا إلى عدد اللسعات في يدي فقط، أترون هذا؟ وحين غطتنا في نوم عميق، بإمكانكم تخمين ما فعله الآخرون في ظل غياب الرقابة. الدجاج؟ لا، ما رأيك بالأسماك؟ يوم أمس وجدنا أنا ونولان شبكة بالقرب من حطام على الشاطئ، واليوم سيساعدني الأصدقاء بصنع مصيدة للدجاج. الخطة هي وضع شبكة كبيرة هنا وربطها بفروع الشجرة، ومن ثم الإمساك بدجاجة. هيا بنا. لو لم أكن نائما وقتها لمنعتهم من ذلك، لكن نظرا لأني كنت شبه ميتا وقتها، أطلق الرفاق العنان لأنفسهم. يا لها من شبكة متينة. هل هذا؟ ها نحن أولاء. خلال نصف ساعة قام الشبان بقص الشبكة إلى مربع، ومن ثم لفوا الحبال حول الشجرة وربطوها بزوايا الشبكة، وكانت جاهزة. إنها جيدة. إنها ممتازة. وبعد تعديلات بسيطة وإضافة طعم، حان وقت صيد دجاجة. ما هذا الشيء؟ مصيدة للدجاج. أيمكنني رؤية الحبل؟ لا لا يمكن. أهذا ما كنتم تفعلونه كل هذا الوقت؟ أجل. اعتقدت أنكم تفعلون شيئا مفيدا. سأكون صريحا، في البداية بدا الأمر مضيعة للوقت، حيث أنهم أمضوا الساعات الثلاثة التالية ينتظرون، لكن لسبب ما ماك على وجه التحديد لم يستسلم، وأخيرا وبعد الكثير من الانتظار أبقيها مشدودة، أبقيها مشدودة. ماك، ماذا تفعل؟ جيمي، أمسكتها. أوه، يا لها من دجاجة هنيئة. بالفعل. سنسميه براين، تكريماً للطائر من حلقة العوامة. أتعلم؟ نظراً لكم كنت لطيفاً، سيصبح براين صديقنا عندما تطلق سراحه. ضعه أرضاً. وقت إطلاق سراح براين. براين، براين. لا براين. ماذا فعلت له؟ ظننت أنه صديقك. أمسكت به بواسطة فخ، لذا. وبمرور الوقت الذي تم فيه إمساك براين وإطلاق سراحه، انخفضت حرارة الجو كثيرا، ما منحنا طاقة كبيرة لخوض مغامرة رائعة. أترى تلك الجزيرة خلفنا؟ سنسبح إليها يا ماك. لنذهب. أعلم بما تفكرون، لماذا نسبح بعيدا عن جزيرة كهذه إلى صخرة في وسط المحيط؟ وبصراحة ليس لدي جواب مقنع. يبدو ذلك غير منطقي. أعتقد أن هذا دليل على مدى شعورنا بالملل. إنه مجرد هدر للمياه والطاقة. ماك، ما الذي تفعله؟ يا صاح، هناك الكثير من الأسماك. حقا؟ أجل، هناك سمك الرقيطة، انظر إلى تلك الأسماك. تبدو تلك الأمواج كبيرة وهي تتجه نحونا. مقبلة جاءنا. كدنا نصل. انظروا إلى الجزيرة خلفنا، ها نحن أولاء. انظروا إلى هذا، المياه تضرب من الجهتين، هذه الصخور زلقة للغاية. أسنصعد الآن؟ يا إلهي، هذا لا يصدق. المنظر خلاب حقا. فعلناها، لا أعلم لماذا فعلناها، لكن فعلناها. كيف ننزل من هنا؟ ومن ثم كيف سنعود إلى الجزيرة؟ أسرع طريقة لنزول هي القفز. لن أقفز. خلال آخر ساعات الغروب شعرت بقطرات المطر، لاحظنا اقتراب عاصفة في الأفق. لم يكن هناك توقعات بهطول الأمطار، لكن السماء مليئة بالغيوم، ويجب أن نجهز أنفسنا. هيا يا شباب. لا أعلم. يجب إصلاح الكوخ. لا، المطر قادم. احموا الأمتعة. يجب أن نحضر أكبر قدر من أوراق. شانتر، مزيدا من الأوراق. وبمجرد أن غابت الشمس احتمينا في ملجئنا الجديد المعدل في انتظار ليلة ماطرة. أسوأ ما في الأمر هو المجهول، الظلام حالك لدرجة أنه يصعب معرفة اقتراب الأمطار. اتضح أننا محظوظون، فقد مرت العاصفة دون أن تؤثر فينا، لكن أؤكد أننا لن نكون محظوظين هكذا في نهاية الفيديو. ماذا سنفعل؟ إنها تمطر. الماء ينسكب بكثرة، ساعدني في رفعها. أريد العودة إلى المنزل. صباح الخير جميعا. سأحاول مجددا. صباح الخير جميعا. صباح الخير. أنتم مصابون بداء الكسل؟ بعد قضاء 4 أيام على الجزيرة أصبح روتيننا اليومي كالتالي: بداية نستيقظ ونشتكي من النوم السيء. كان نوما صعبا حقا. ثم نستخدم الحمام في بعض الأحيان سوية. هذا أمر مربك يا رفاق. ثم نأكل الطعام المعلب مجددا. سئمنا بعض الشيء من الطعام المعلب، ولنقل أننا وجدنا حلا. هذا أقصى ما يمكنني فعله. استمتعوا. هذا مرهق. كل هذا من أجل بعض السمك؟ يجب الذهاب بعيداً لإيجاد الأسماك، فلن تكون موجودة في المياه الفاتحة اللون، إنما هناك في المياه الداكنة، لذا ستكون فكرة رائعة جداً أو سيئة جداً. سيئة على الأغلب. الخطة خطيرة بعض الشيء، لكنها بسيطة. سيلعب ماك دور المحرك البشري، وسيسحب شون ونولان إلى عمق المحيط. وبما أن شون هو الرجل الصلب في المجموعة، فسيقوم باصطياد الأسماك ويحضرها إلينا لتكون طعاماً.
هل ربطتم الحبل؟ ربطت مركبهم بحبل طوله 150 متراً، وفي حالة حدوث أي طارئ سنسحبهم، صحيح؟ بالتأكيد. هل لا يزال الحبل متيناً؟ أجل لا تقلق، طوله جيد. أنت بخير يا ماك؟ ماذا؟ هل يقوم ماك بسحبهم فعلياً؟ يجب أن نتخلص من الحبل يا ماك، فهو وزن زائد. أتمنى ألا نندم. نحن الآن بلا حبل وبعيدون جداً عن الشاطئ، سيصابون بدوار البحر في ذلك العمق. انظروا عاصفة. أهي عاصفة؟ من الأفضل أن نسرع. أذلك مطر؟ أجل. لدي شعور بأن هذا الحبل مقطوع من مكان ما. أتعلمون؟ يمكننا أن نبدأ الصيد. لن أبدأ بالصيد وهو لا يزال في الماء. يا شباب لقد فلت الحبل. أترون أي أسماك هناك؟ لا أرى شيئا. ليس بعد. حبلكم معنا. هاي هو. التقطت شيئا؟ أجل أجل. هاي إنها سمكة. أمسكها جيدا. أجل تمكننا منها. فعلناها. وبعد ساعتين من الصيد وحرق سعرات حرارية تساوي 200 سمكة، كل ما تمكنوا من صيده هو سمكة واحدة. أصالحة للأكل؟ أجل بالطبع، طعمها تماما كسمك المتاجر. تعلم مصدر السمك الذي في المتاجر صحيح؟ ما هو؟ إنه البحر. ورغم أن هذا السمك البحري كان شهياً، حان وقت أكل شيء أشهى بكثير، السمورز. سمورز. في البداية يجب تطهير العصا من البكتيريا. لم أعلم ذلك. يبدو أنك جربت السمورز سابقاً يا جيم. كرجل يمتلك شركة شوكولا. أوه يا ماك، ما الذي تفعله؟ أوه يا إلهي، نأخذ شوكولا فيستبلز ونضعها هكذا وهي لا تزال ساخنة. انظروا إليها، جربوا شوكولا فيستبلز الجديدة التي أحبها الناس كثيرا لدرجة أنها نفدت من معظم المتاجر. لا تقلقوا، نفعل ما في وسعنا لإعادة ملئها بأقصى سرعة. لم يسبق لك تذوق السمورز ما لم تتذوقها مع فيستبلز. كأن الأمر منظم. يبدأ المطر في وقت النوم. لماذا كلما صورنا مقاطع عن الصمود لا تهطل الأمطار إلا عندما ننام؟ يمكن أن أعتبر اليوم الرابع ناجحاً تماماً. أجل أوافق. أمسكت بدجاجة، أمسكت بسمكة. تبقى لنا 3 أيام من الغباء. هي! استيقظت تواً ولا أعلم أي يوم هو. إنه اليوم الخامس. كنت سأقول هذا. أحد أسباب اختيارنا لهذه الجزيرة هو وجود الكثير من الأنقاض والبيوت القديمة أو أيًا كان ما يسمونها، ورغم أنها توجد في قمة جبل فأنا أرى أنه يوم استكشافها. أنا أوافق. لا أوافق. بعد الحصول على الموافقة الكاملة لاستكشاف الأنقاض، قررنا أنه لا يجب بدء الرحلة ببطون فارغة. وبينما كنا نتناول طعامنا المعلب، لاحظ نولان شيئًا يفتح الشهية على الشاطئ. هناك على الشاطئ. ما هو؟ إنه ماعز. مستحيل يا صديقي. هناك ماعز. ماك لا يمكنك أكله. لا يمكنك منعه. لا تفعل. اهرب أيها الماعز. جيمي اهرب أيها الماعز، اهرب من هنا. أجل، لما فعلت ذلك؟ إنه صديقنا. لا بل هو طعام. مرة أخرى يهرب طعامي بسبب جيمي. وبعد أنقاذ حيوان آخر من ماك، حان وقت رحلتنا إلى الأنقاض. حسن لننطلق. كدنا ننفد من الماء. سأحتاج قليلا من أجل المغامرة. سأحاول ملأها بعصير جوز الهندي أثناء غيابي. لنفعلها. سأكون خلفكم تماماً. ما لا يعرفونه هو أنني جهزت مفاجأة تنتظرون في القمة، سيتضح كل شيء بعد قليل. غريب وقوفك هناك وحديثك للكاميرا. أجل، كنت أشير إلى خسارتك مليون دولار ونصف. أوه أجل. اتبعوني يا رفاق. أثق بك جيم. للوهلة الأولى ظننت أننا وصلنا الجبل، ونسيت أننا لم نصل إلى أسفله حتى. وأثناء صعودنا سأخبركم عن ويسترن يونيون. تسهل ويسترن يونيون إرسال الأموال إلى عائلتكم في أي مكان في العالم. سنكون هنا. أجل أكمل حديثك يا جيم. انتظروني. سنصعد هذه المسافة؟ كما أن لويسترن يونيون موقعا وتطبيقا مجانيا بسيطا وآمنا. حتى جدتي تستطيع استخدامه؟ حتى جدتك يا ماك. وقبل أن نأتي إلى هنا استخدمت ويسترن يونيون للدفع للقارب. عليك أن تحذر يا صديقي. كما أنني استخدمت البرنامج لدفع أجار القارب الذي أوصلنا إلى الجزيرة، ولأن خدماتهم موثوقة عرفت أن نقودي ستصل إلى صاحب القارب، علما أنني في الولايات المتحدة. انظروا إلى المسافة التي قطعناها من الشاطئ. يا صاح هل هذا قوس قزح؟ انظر هناك. يا للروعة. إنه رائع. لا أقصد أن أكون متشائماً، لكن يبدو أنها ستمطر. أقصد تلك السحابة؟ تلك السحابة وأمطارها. أنت مصدر شؤم بالفعل. يمكننا رؤية شون من هنا، إنه يبني المأوى. شون يحضر العشاء. شون! أستطيع رؤيتكم. شون! لقد سمعنا. استمروا. لوح إن كنت أخرق. إنه يلوح. ألن يكون الظلام قد حل عند عودتنا؟ بلى. كيف سنرى؟ سنجد حلاً لاحقاً. سيكون سيئاً لو سقط أحدهم. أنت بخير؟ أنت بخير؟ أنا على قيد الحياة. أترون هناك؟ يا رفاق تعالوا إلى هنا. أهلا بكم إلى الأنقاض.
أوه هذا مدهش. لماذا يوجد صندوق أصفر هنا؟ بالفعل ما هذا الشيء؟ دفعت 10,000 دولار لبعض الأشخاص عن طريق ويسترن يونيون لنقل هذا الصندوق إلى هنا. حقا؟ نولان هناك قضيب في حقيبتك. ماذا يوجد بداخله يا ترى؟ البيتزا؟ علمت أن الماء سينفد لذلك وضعت مياها في الصندوق. وأثناء فتحنا للصندوق ما من وقت أفضل لتحميل تطبيق ويسترن يونيون حيث ستحظون بتحويل أول مجاني. زوروا westernunion.com/mrbeast. كان بإمكاني ملء الصندوق بالماء والطعام لكن عوضا عن ذلك أحضرت شيئا أفضل. ماك تذكرك هذه بشيء؟ هل حملت صورتك وأنت تخسر 800,000 وهذه وأنت تخسر 700,000؟ لماذا؟ ستعرف خلال ثانية لا تقلق. والآن لم أفعل ذلك بهدف السخرية من ماك لخسارته المال. حقا؟ لأن الأمر يبدو كما تقول تماما. بل فعلت ذلك لأقول إنني سأمنحك فرصة أخيرة للتنافس. مستحيل. لكنها الفرصة الأخيرة. ستمنحني فرصة ثالثة؟ فرصة أخيرة. لدي فرصة أخرى. في تعليقات الفيديو الأخير كان الجميع يقول نريد ماك نريد ماك. أتمنى أن تربح. فرصة أخرى. الأمر الأهم من فرصتك. الأنقاض التي يجب علينا تفقدها. فرصة ثالثة لن أخذلكم مجددا. عمر هذا المبنى قرن من الزمن. تخيل أن تبني شيئا كهذا قبل 100 عام فقط حتى يزوره بضعة يوتيوبرز. واو هذا لا يصدق. لماذا يوجد صبارة في الأعلى؟ هل صعدت إلى هناك من تلقاء نفسها أم وضعها أحد؟ لن تمشي الصبارة وحدها يا جيمي. فليس لها صقل؟ لا إله. لنتفقد الجانب الآخر. يوجد المزيد من الأنقاض هناك. هذا جنوني. انظروا كيف تلتف الأشجار حول الصخور. هل تعتبرون أن الرحلة تستحق الجهد؟ لحصولي على فرصة ثالثة تستحق. إنه متحيز. ماذا عنكما؟ لا لا فلم يكن هناك بيتزا في الصندوق. خلال هذا الوقت كانت شمس اليوم الخامس تغرب عن الجزيرة وفي طريق عودتنا توقفنا على الجبل لنشاهد الغروب. لن أود القيام برحلة جبلية كهذه مع أي شخص آخر غيركم. شكرا. ربما لك. باستثناء دوين جونسون. أفهمك تماما. لكن دون ذلك لا أحد. سأكون صريحا سأذكر هذا اليوم للأبد. أنا أيضا أعتقد أن هذا المنظر يجعل الرحلة قيمة. تم تنظيف المخيم وتعزيزه ضد الأمطار. لدينا ماء جوز الهند والوجبات جاهزة ولدينا مياه. الظلام شديد ولا أستطيع رؤية شيء داخل الغابة. كيف سيعودون من قمة ذلك الجبل مرورا بتلك الغابة في هذا الظلام؟ الأمر أصعب بكثير في الليل. أو صبارة؟ أو أنت بخير؟ مجرد شوكة. لكن لم نكن نعلم أن المشي عبر الصبار وسط الظلام هو أبسط ما سنواجهه. انتهى بنا الأمر إلى طريق مسدود وهو أمر مخيف في وسط الغابة. أين كان الاتجاه؟ من هنا أو هنا؟ يمكنني رؤية 3 طرق. هناك هذا وهذا وهنا طريق أيضا. هل أنت متأكد؟ هذا؟ من المؤكد أنه. اتبعوني يا رفاق. سأختار طريقا عشوائيا. اتبعوني. لا لا أظن علينا الاتجاه يسار. لا الطريق من هنا. إنها تمطر ولابد أننا محظوظون للغاية. فبالإضافة إلى كوننا تائهين بدأت تمطر. أوافق من أنه جيمي. الطريق الصحيح. الطريق من هنا. ما هذا الطريق؟ أخبرتك أنه الطريق الأيسر. تعال إلى هنا. شاندلر هل أنت واثق؟ 10%. ألن تكون 90% خيارا أفضل؟ أنت واثق لهذه الدرجة؟ هل قررتم سريعا؟ المطر يشتد أكثر. هيا إنها تمطر. لماذا نختار ومن ثم نتراجع؟ لا يهم. يا للهول هذا سيء. أصبح منحدرا. لا أعتقد أنه سبق لنا المرور بطريق بهذا الانحدار. أوه. كنت أقبل الأرض وكأن كل ذلك لم يكن كافيا. فمع كل ما نعانيه كان هنالك شيء ثالث نقلق حياله. فوقك تتدلى أخطر شجرة في العالم. إذا ما أمطرت ستخرج سما سيحرق جلدك. انتبهوا من عصارة النسخ فقد كانت تمطر. ماذا يجب أن نفعل؟ لا تسمح للسم بالسقوط عليك. هذه شجرة سم بنسبة 10,000% يا رفاق. هذا يعني أننا اقتربنا. وبغض النظر عما إذا كنا سلكنا الطريق الصحيح شعرنا أننا قريبون من المخيم. هذا الرمل. إنه الرمل. شكرا لله وصلنا. المخيم هناك ولدينا فرصة عظيمة لإخافة شون. أسوف نستغلها؟ أجل. بالتأكيد. حسنا. يا إلهي لقد أخفتني. فعلناها. لقد عدنا. أعددت لكم العشاء وشراب جوز الهند. شكرا جزيلا. بصحتكم يا رفاق. طعمها كجوز الهند. بعد تلك الرحلة أكلنا واستحممنا وعندما جففنا أنفسنا أخذنا دقيقة لمشاهدة النجوم. فعندما تكون وسط المحيط تشعر وكأنك على كوكب آخر. لكن ما لم يكن في الحسبان حدوث شيء كنا نخشاه طوال الوقت. أتشعرون بهذا؟ أخبار سيئة. لقد تجمعت المياه على سقفنا ولا أعلم إن كان البقاء تحته آمنا. على الرغم من جهودنا الكبيرة لتحصين المخيم إلا أن المياه بدأت تتجمع على السقف بفعل العواصف. بوجود كل هذه المياه فوق رؤوسنا ما احتمال أن يسقط المخيم علينا؟ ورغم حاجتنا الماسة للنوم في هذا اليوم اضطررنا للنهوض ومعالجة الأمر. أوه يا إلهي لقد قضي علينا.
لقد تعرضت للكثير من الأمطار لهذا اليوم، وبعد ساعتين من الأمطار ومأوى مدمر وأسرة مغمورة، كان يستحيل لأي منا النوم في تلك الليلة. أن تمطر عليك ليلا إنه أسوأ ما قد تواجهه في هذه التحديات. أنا منهك تماما، آمل أن تمر وتنتهي. وعلى الرغم من أنها أسوأ تجربة مررنا بها، كان خيارنا الوحيد هو انتظار نهايتها. سأقول الصدق، أمطار أمس كانت عنيفة جدا. لا أذكر أني شعرت ببرد كذلك أبدا. ما الذي تود فعله يا نولان؟ لا أدري، لا شيء مطلقا. أتوق للخروج من هنا. هذا المكان سيء للغاية، لن أخفي ذلك. أنا مريض ومرهق وأريد العودة للمنزل. في هذه المرحلة تركتنا الجزيرة يائسين. لقد تحول الأمر إلى كابوس، وبعد 6 أيام من الإجهاد البدني بدأت صحتنا النفسية تتدهور أيضا. هناك الكثير من الطعام المعلب وهناك ماء، وتستطيع الاستلقاء في الشمس، لكن بعدها ستشعر بسوء شديد، وقد بدأت أشعر بذلك. لدي صداع وأنا منهك. كان واضحا أنه يتوجب علينا القيام بإجراءات هائلة إذا ما أردنا إكمال هذا التحدي. أبحث عن حلوى الخوخ. أتبحث عن معلبات الخوخ؟ هذه واحدة. في محاولة لتغيير الأجواء كافأنا أنفسنا بالحلوى المعلبة على الفطور. إنها جيدة. أليست جيدة بالنسبة لمعلبات؟ وبمساعدة الفطور غير التقليدي شاندلر سعيد، بدأنا نستعيد عافيتنا تدريجيا. نولان، أرسلتها إلى الشجرة مباشرة. واكتشفنا أفضل طريقة لتمضية اليوم السادس. أجل لقضاء وقت ممتع مع بعض. وأدركت حينها أنه رغم المعاناة الكبيرة التي تعرضنا لها، لماذا اخترنا أثقل مقعد في الوجود؟ فقد كانت هذه الرحلة مليئة بالكثير من المتعة والمغامرة. فعلناها! لحظات كهذه نادرة الوجود، وعندما أستعيد لحظات التحدي فعلى الأغلب أننا لن نذكر الأوقات العصيبة بقدر الأوقات الجميلة. الأمر جميل بطريقة ما، ومع اقتراب اليوم السادس من التحدي من نهايته سنحتفل بليلتنا الأخيرة بإشعال نار كبيرة، لكنها تحرقنا نحن. أجل سأبتعد. إنها أكبر من اللازم. عندما نستيقظ صباح الغد سيكون التحدي قد انتهى. ومع شروق شمس اليوم السابع أخرجوني من هنا. فكتنا المخيم ونظفنا، وفي أذهاننا شيء واحد وهو مغادرة هذا المكان بلا رجعة. وقبل أن نرحل أريد أن أستغل هذه الفرصة لأقول شكرا لكم جميعا للمشاهدة. أنتم سبب وجود هذه الفيديوهات، وآمل أن تكونوا قد استمتعتم بها.